عمودي تعال 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 حمود يلا يلا دور يا ابو عبد الله دور دور غمزة حمودة غمزة غمزة أنا والد الطفل محمد خالد إبراهيم المصيطف نازح من ريف حماة الشمالي صار لي مهجر شي 7 سنوات تقريبا حتى انتقلنا من مكان لمكان بسبب القصف حتى وصلنا لهم مخيم سرغاية. محمد خلق الدنيا بدون أطراف. محمد يعني تربيته يختلف عن باقي الأطفال لأنه بدون إجرين أو إيدين يعني تربيته صعبة شوي. محمد يعني كمان عن أمله في صعوبة بالحليب الحليب والحفوظات والأدوية والأدوية يعني مين متوفر أكثر مرات بالمشافي بنضطر نجيبها من الصيدلية. محمد يعني كم عمر محمد؟ عمره سنة وشهرين تقريبا. محمد يعني بده على طول عناية يعني لأنه بده على طول شايلينه يعني وساكن بخيمة يعني لا تقي لا برد ولا حر يعني كم أخ عنده؟ محمد عنده بنت أخته واحدة. وضعك الحالي شو وضعك؟ والله الوضع الحالي بالنسبة لوضعي أنا يعني مصاب إصابتين بإجري يعني وما بالأساس يعني ما في عمل و أجري ما تساعدني على العمل خالص الحمد لله رب العالمين. والله يعني أمنا بصعوبة الحمد لله رب العالمين يعني أحيانا يجينا حليب وأحيانا ما يجي وأحيانا بناخذ على الدكتور يوصف لنا راشية بدنا نضطر إذا ما موجودة بدنا نضطر نجيبها من الصيدلية والأدوية صارت يعني الدبل غالي كثير يعني الغصب يعني شيء أن نأمر له حق الدواء يعني. أتمنى أن محمد يعيش حياة سعيدة مثل باقي الأطفال وأنه بس إن شاء الله إذا الله عاني أنه بس كبر شوي أنه بلكي أطالع لي برا أحسن أركب له أطراف بس أنه يعني يعيش يعني بس أنه مثل باقي الأطفال يعني لأنه وضعه مش بدون لا إيدين ولا إجرين يعني لو عنده إيدين أو إجرين يعني أشوى يعني أنه يعين حاله شوي بس الحمد لله رب العالمين جيب دون يعني لا إيدين ولا إجرين يعني مداراته صعبة يعني شوي يعني يختلف عن باقي الأطفال إن شاء الله أنه أمن له إن شاء الله حياة سعيدة مثل باقي الأطفال.